لكن قبله هسأل، بس قبل ما اختمه سؤال واحد بس، ما الذي يمكن أن يقدمه فؤاد بدراوي مختلف عما يمكن أن يقدمه دكتور السيد البدر إذا ما احتدمت المنافسة بينكم؟ تمام. طبعا يعني في اللحظة ديت مش هقول برنامج الانتخابي ايه، ولكن هناك برنامج بيعد الآن سيتم الإعلان عنه في التوقيت المناسب، يحمل رؤية داخلية ويحمل رؤية خارجية. الخارجية مش للخارج، لمن هو خارج الوفد، يعني بالنسبة للرأي العام بشكل عام، لدور الحزب نفسه بالنسبة سياسي. لدور الحزب سياسيا، الخطاب السياسي، توجهات الحزب، موقفه من القضايا المطروحة على الساحة السياسية، كل ده هيكون موجود في مطروح في البرنامج اللي أنا هتقدم به للأعضاء الوفد المحترمين، وأيضا بالنسبة للمسائل الداخلية والشأن الداخلي داخل الوفد هذا هيعلن في حينه. هل سيعبر هذا البرنامج في مضمونه، أو هل سينجح في يعني تحقيق آمال الوفديين؟ يعني على مدى الفترة الماضية المحصلة النهائية لهذا الحزب الأقدم والأعرق والأكثر تاريخا لا تتناسب مع هذا التاريخ. أنا أتحدث هنا عن لأن في النهاية في الانتخابات أنت مش بتلعب كويس، أنت لازم تجيب جون، يعني يكون الوفد بيلعب كويس. شوفي يعني اعتقد وده معروف عند الوفدين، يعني ان انا يعني حافظ جيد جدا لتاريخ الوفد، طبعا متمسك جدا بثوابت وتراث الوفد، ودي امانه ومسؤوليه. احنا ما نقولش نرجع للماضي، لكن هذه الثوابت وهذه المبادئ علينا ان نتمسك بها ونعمل في اطارها وفي تحركنا للحاضر والمستقبل. هل نتمسك أن نترجم هذه المبادئ في مواقف وسياسات وخطاب سياسي يتفق معه؟ طيب هسأل سؤال عفوا للمقاطعة، في الفترة الماضية تم الحفاظ على ثوابت الوفد ولا تم التخلي عن بعض ثوابت الوفد وفقا لتقدير حضرتك حضرتك السكرتير العام للحزب؟ ما فيش شك. شوفي أنا عشان أكون واضح، كل مرحلة لها إيجابياتها وسلبياتها، كان في إيجابيات وكان في سلبيات وهذا أمر طبيعي. وهتسأليني ممكن تسأليني إيه السلبيات؟ طبعا تمام. هرد عليك أقول لك السلبيات تناقش داخل جدران الحزب وليست خارجه. يعني كل الناس المؤمنين بحزب الوفد طول عمرهم عارفين، وأنا حتى قلت في المقدمة النهاردة، أن هذا حزب ليبرالي مدني، ويتم في مرحلة من المراحل التشكيك أو يعني محاولة الابتعاد عن هذه الصفة، أن هذا ليس، وحضرتك أكيد فاهم الليبراليين. أنتم دفعتم فاتورة لهذه المسألة، أنتم دفعتم فاتورة أيضا لما بدا أحيانا من أنه تقارب مع الإخوان فيما يسمى بي أو لم يحدث، ولكن كانت هناك مؤشرات، فالناس تقول بقى الوفد الليبرالي المدني يروح يحط إيده في إيد الإسلاميين. أنا بقول حاكم طبعاً أنا أسفة، بس كانت الناس الحقيقة وصل مرحلة من طبعا هذا طبعا تسبب في إحداث نوع من البلبلة، نوع من تخلي الأخوة الأرباط اللي هو مكانهم الطبيعي حزب الوفد وبيتهم الطبيعي هو حزب الوفد، وده كلام ده كان بيت الأمة كلها، يعني أقوات ومسلمين. يعني سعادتك لو شفتي، أنا عندي صورة للوفد المصري في مكتبي، لو شفت الصورة ديت هتلاقي فيها الأفندي والبيه والباشا والفلاح والبدوي والقبطي والمسلم.